حل وفد من وزارة الخارجية الأمريكية بالداخل هذا الأسبوع للقاء المستفيدين من برنامج التنمية الاقتصادية التي تدعمها مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية بما في ذلك منصة داخل كونكت الرقمية وبرنامج منفصل لتقوية مهارات الشباب العاطلين عن العمل. وشارك مسؤولان أمريكيان يعملان على برنامج مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية في واشنطن في حفل إطلاق الموقع، وهو عبارة عن منصة داخل market.ma الإلكتروني للتجارة الإلكترونية، تمكن الحرفيين المحليين من عرض منتجاتهم وخدماتهم عبر الانترنت. وخلال زيارتهم للداخل حضر المسؤولون الامريكيون ايضا ورشا حول تعزيز المهارات لفائده الشباب العاطلين عن العمل في الداخل من خلال برنامج مهارات من اجل النجاح الذي تموله مبادره الشراكه الامريكيه الشرق اوسطيه بمنحه قدرها 1,350,000 دولار مقدمه، ويستفيد منها 900 شاب مع التركيز على النساء والافراد ذوي الاحتياجات الخاصة.